خلا القصر في ذي جبلة من مكارم يحن إليها بائس وفقير ومن جود بحر بالعطايا نواله على معتفيه عسجد وحرير ومن درس ما ضم الكتاب وبعده صلاة وتسبيح معا وطهور ولو كان داعي الموت يثنيه دونها قبيل وينجي من سطاه عسير لقام له من حمير كل أرعن سحاب المنايا حيث حل مطير وصار له من صيد كهلان جحفل تسير الجبال الشم حيث يسير. القاضي حسين بن عمران ابن الفضل اليامي من قصيدة له في رثاء الملكة الصليحية سيدة بنت أحمد أو أروى بنت أحمد الصليحي. كانت أعين الإسماعيلية على اليمن من بدء دعوتهم منتصف القرن الثالث الهجري، فكان أن أرسلوا ابن حوشب ومعه ابن الفضل لتهيئة الأمر لقدوم الإماء المهدي وإعلان دولته. تمكن ابن حوشب من إقامة أول إمارة إسماعيلية في العالم الإسلامي عام 270 للهجرة، لكن من سوء حظهم أن علي بن الفضل خلع الدعوة الإسماعيلية وحاربها، ما دفع المهدي للذهاب إلى المغرب وإقامة الدولة الفاطمية سنة 297 هناك، والتي انتقلت بعد ذلك إلى مصر سنة 358 للهجرة. سقطت إمارة الإسماعيليين في اليمن، لكنها بقيت كدعوة، وظل ابن حوشب الذي أطلقوا عليه منصور اليمن مخلصا للدعوة الإسلامية، وإن كان ابن الفضل قد اضطره للتخلي عنها، لكنه فعل ذلك مضطرا دون أن يتخلى عن إيمانه بها. وقد توفي ابن حوشب في العام الذي توفي فيه ابن الفضل تقريبا، عام 303 للهجرة، لكنه لم يوصي بأحد لرئاسة الدعوة، وترك الأمر للإمام المهدي بالمغرب، واكتفى بأن بعث له برسالة أشاد فيها بأحد أصدقائه في الدعوة وهو عبد الله ابن عباس الشاوري، كما أوصى بابنه الحسن وصديقه الشاوري لإقامة أمر الدعوة وطاعة الإمام المهدي. ذهب حسن بن منصور اليمن كما يسمونه لمقابلة المهدي في المغرب، مؤملاً أن يعينه لرئاسة الدعوة بدلاً عن أبيه، لكن المهدي كان قد أقر عبد الله بن عباس الشاوري لقيادة الدعوة الإسماعيلية قبل أن يلتقيه الحسن بن منصور الذي عاد إلى اليمن مغاضباً، إذ كان يرى أنه أولى بوراثة أبيه، وقرر الانقلاب على الشاوري، وما كان ذلك ممكناً إلا بقتله، وهو ما كان، إذ قتله غدراً واستولى على ما بقي من مناطق نفوذ والده. ولم يكتفي بذلك، وإنما أعلن خروجه عن الدعوة الإسماعيلية واعتنق المذهب السني، ثم تتبع أنصار الدعوة الإسماعيلية الذين كان يعرفهم جيدا، فأباد الكثير منهم وشرد آخرين. وقد غضب منه أخوه جعفر الذي ظل على ولائه للدعوة الإسماعيلية وهاجر إلى المغرب، ثم انتقل إلى مصر وأصبح من أهم علماء الفاطميين. خسر الحسن بن جعفر أنصاره من الإسماعيليين، ولم يكسب ثقة أمراء ووجهاء أهل السنة رغم اختناقه مذهبهم، إذ أصبح هو وأنصاره هدفاً لمطاردتهم، فقتلوه وتتبعوا أبنائه وإخوانه ومن بقي من أنصار الإسماعيلية، ولم ينجو منهم إلا من بالغ بالاستتار والسرية، وهم عدد قليل في ناحية مسور حجة. تولى أمر الدعوة فيهم بعد وفاة الشاوري يوسف بن موسى ابن أبي الطفيل، ولكن سرعان ما تم قتله على يد أحد الإسماعيليين أيضا، واسمه إبراهيم ابن عبد الحميد السباعي، والذي ترك الدعوة الإسماعيلية وأعلن ولاءه لبني العباس، ثم آلت قيادة الدعوة إلى إبراهيم بن محمد بن رحيم من قدم، وذلك في عهد الأمير عبد الله بن قحطان ابن يعفر بصنعاء، الذي خفت في عهده مطاردة الإسماعيليين حتى وفاته سنة 387. وتلا بعده يوسف بن أحمد الأشج الذي استخلف سليمان بن عامر الزواحي من حمير من ضلع شبام، وكان مقامه في حصن كوكبان، وكان هذا الداعية يبحث عن شخص من أسرة مرموقة يقوم بعبء الدعوة من بعده، وكان له ذلك،
إذ نجح في استقطاب علي بن محمد الصليحي، وكان والده سنيا شافعي المذهب حسن السيرة، مطاعا في أهله وجماعته ولا يخرجون عن أمره، فأوصى له الزواحي بأمر الدعوة من بعده وبمكتبته والأموال التي جمعها من أتباع الطائفة. ظل أمر علي بن محمد الصليحي وعلاقته بالإسماعيلية سريا، وظل يحج بالناس 15 عاما، وكان مرضي السيرة عند أبناء منطقته. وكانت أوضاع اليمن السياسية والاقتصادية تزداد تدهورا يوما بعد يوم، فالبلاد مجزأة والسلطة موزعة بين العديد من الأمراء والزعماء القبليين المتباغضين والمتنافرين، الذين لم يعد يربطهم بالخليفة العباسي ببغداد سوى الدعاء له في الخطبة وسك النقود باسمه. ففي مخلاف الجند، حيث كانت دولة بني زياد قد وصلت مراحلها الأخيرة، كان الحسن بن سلامة النوبي أحد موالي بني زياد يحاول الحفاظ على ما تبقى من دولة بني زياد، لكن أحد مواليه واسمه نجاح استقل بحكم تهامة وأسس الدولة النجاحية. وسيطر آل الكندي على مخلاف جعفر والمعافر والجند، أما عدن ولحج وحضرموت والشحر فقد استولى عليها بني معن بعد موت الحسن بن سلامة. ولم تكن صنعاء ومناطق الشمال بأحسن حالا، فأولاد الهادي في صعدة، وأولاد العياني وشخصيات قبلية في أكثر من منطقة، أدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وخراب العمران. وقد وصف المؤرخ يحيى بن الحسين في كتابه أنباء اليمن أوضاع اليمن خلال هذه الفترة بالقول: من سنة 405 إلى سنة 448 عم الخراب صنعاء وغيرها من بلاد اليمن لكثرة الخلاف والنزاع وعدم اجتماع المملكة الواحدة، وأظلم اليمن وكثر خرابه وفسدت أحواله، وكانت صنعاء وأعمالها كالخرقة، لها في كل سنة أو شهر سلطان غالب عليها حتى ضعف أهلها وانتقلوا إلى كل ناحية وتوالى عليها الخراب، وقلت العمارة في هذه المدة التي أصبح عدد دورها 1000 دار بعد أن كانت 100,000 في عهد الرشيد. رأى علي بن محمد الصليحي وهو الشاب الطموح أن الفرصة مواتية لإنقاذ اليمن على يديه، ففي موسم الحج من سنة 438 بايعه 60 رجلا من قبيلة همدان على الموت أو النجاح، وكانوا في عزة ومنعة من أهلهم، كونوا جيشا من بطون همدان وراسل أنصاره في صنعاء ومن أرض حمير، وتجمع له حوالي 300 رجل إلى جانب من كان معه من نواحي حراز، وصعد جبل مسار في حراز وأعلن دعوته عام 439. لكن الأمر لم يكن بتلك السهولة، إذ هو يتحرك في محيط سني في معظمه، معادن للإسماعيلية، بالإضافة إلى دعاة الزيدية وأنصارهم، وهم لا يقلون عداء للإسماعيلية عن أهل السنة. ولهذا ما إن استقر في جبل مسار إلا وقد أحاطه 20,000 مقاتل، فحصروه وشتموه وقالوا له: إن لم تنزل قتلناك ومن معك. ودخل معهم بمفاوضات وأرسل خطاب الدعوة إلى حراز مؤكدا لهم أنه ما قام إلا بالحق الذي أمر الله به والعدل الذي أنزله في كتابه، كما طمأن مخالفيه في المذهب، فأكد أنه لن يكره أحدا في الدين، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن يضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظلام للعبيد، بحسب ما جاء في رسالته لأهل حراز. تفرق عدد كبير من المحاصرين، لكن جعفر العياني حفيد الإمام القاسم العياني وهو أحد دعاة الهادوية أخذ على عاتقه محاربة الصليحي قبل أن يستفحل أمره، فتحالف مع جعفر الشاوري وكان شافعي المذهب، وأعلنوا الحرب على الصليحي، فاستولى العياني على حصن الأخروج والشاوري في أسفل جبل مسار. خاض الصليحي معركته مع الشاوري فهزمه وقتل وتفرق مقاتليه، ما اضطر جعفر العياني للانسحاب والنجاة بنفسه. سيطر الصليحي على حراز ثم اتجه نحو صنعاء التي كانت تحت سيطرة السلطان أبا حاشد،
وكان قد هادنه علي بن محمد الصليحي، ثم ساءت العلاقة بينهما وخاض معه حربا أنتهت بهزيمته، ليدخل علي بن محمد الصليحي صنعاء ويضبط الأمور فيها، ورأى الناس من عدله وفضله وحسن سيرته ما ألف له القلوب وأرغم له أهل النخوة والمكابرة كما يقول المؤرخون، بيد أن دعاة الإمامة جن جنونهم، إذ كيف يلتف الناس حول زعيم يمني بغض النظر عن نسبه، ويترك أبناء رسول الله أصحاب الحق الإلهي كما يزعمون. لم يكن أبناء الهادي وحدهم من يسعون للإمامة، فقد نافسهم علويون جدد دفعتهم أو أطماعهم للسلطة للمجيء إلى اليمن، منهم القاسم العياني ثم أولاده من بعده، ثم انضاف لهم طامح جديد هو أبو الفتح الديلمي، وهو رجل ولد وعاش مطلع حياته في الديلم، وكان طامحا للإمامة، فدعا لنفسه في الديلم سنة 430 للهجرة، لكنه فشل، ففكر وقدر واتجه إلى اليمن سنة 430 للهجرة، طالبا الإمامة ومعلنا الجهاد ضد اليمنيين لتحقيق حلمه. وبسبب بيئة التشيع وانخداع بعض اليمنيين بالخطاب الديني الذي كان يطرحه هؤلاء الطامحون للسلطة، فقد حصل هذا الوافد الجديد على أتباع ومرتزقة، وبدأ بهم جهاد اليمنيين كما فعل الأئمة من قبله. ولم تغب صعدة عن بال هذا الإمام، ولم تسلم من جرائمه كغيره من الأئمة الذي سبقوه. يقول المؤرخون: ووصل الإمام أبو الفتح الناصر بن الحسين الديلمي مدعيا للإمامة، وانضمت إليه همدان وجميع العساكر، ونهب صعدة وخرب دورا وقتل من خولان مقتلة عظيمة. وحين أعلن الملك علي بن محمد الصليحي دولته تمرد الديلمي، وكان قد انتقل إلى ذمار، وقد تصدى له الملك الصليحي، ودارت بينهما حروب طويلة حتى قتله سنة 444 للهجرة في معركة دارت بينهما بنجد الجاح من بلاد عنس. ومع ذلك فإن علماء الهادوية القدامى والمعاصرين يعتبرونه استشهد مظلوما، ومن تصدى له كان ظالما. وبعد مقتله رفع راية التمرد الهادوي القاسم بن جعفر ابن الإمام قاسم العياني، واتصل ببعض قبائل همدان، وخرجوا لغزو الصليحي سنة 448، ودارت معركة في قرية الهراية ببلاد حاشد، حيث حاصره الصليحي ومن معه 70 ليلة، ونصب عليهم المنجنيق، فاضطر العياني أن يسلم نفسه للصليحي، فأكرمه وخلع عليه، وبذلك أنهى التمرد الزيدي، إذ لم يبق خارجا عن دولة الصليحي سوى أولاد الهادي في صعدة، فتركهم حتى استكمل سيطرته على اليمن، ثم وجه قواته نحو صعدة وقتل القائم منهم وضمها لدولته. ومن المفارقات أن معظم زعماء القبائل اليمنية آنذاك كانوا ضد الزيدية، وفضلوا الإسماعيلية عليها، رغم غموض عقائد الإسماعيلية وعدم تقبل اليمنيين لها، وذلك لأن الزيدية كانت قد أغلقت الباب أمام اليمنيين تماماً، إذ حصروا الحكم بل والعلم والدين وكل شيء بأبناء البطنين، وكل من يحاول أن يطمح من اليمنيين للحكم فحكمه القتل والتمثيل، كما قال عبد الله بن حمزة: أما الذي عند جدودي فيه فيقطع لسانه من فيه ويؤتم جهرة بنيه إذ صار حق الغير يدعيه. بخلاف الإسماعيلية التي حصرت الإمامة العظمى فقط بشخص من ذرية إسماعيل بن جعفر، وتركوا المجال مفتوحا للناس، فأصبح بإمكان أي زعيم يمني أن يصبح ملكا وحاكما على اليمن وكل رجال دولته، مع ولاء في خطبة الجمعة للخليفة الفاطمي في مصر. توجه الصليحي بعد ذلك إلى تهامة والمناطق الجنوبية، وكان نجاح أقوى خصومه، فدبر له حيلة على يد جارية حسناء أهداها إليه، فمات نجاح مسموما عام 452 للهجرة. تواصلت المصادمات والمناورات بينه وبين أولاد نجاح في تهامة،
لكنه قرر أن يبدأ أولا بفوضى الدويلات في اليمن الأسفل لسهولة التغلب عليها، ثم يعود لاستكمال تهامة، وهكذا كان. إذ استولى على جبل صبر وبلاد بني الكرندي ملوك المعافر، ثم استولى على بلاد الحسين التبعي صاحب حصن حب وبعدان والسحول، وسار إلى الجند ثم إلى عدن التي كانت تحت سيطرة بني معن، واستولى عليها وعلى حضرموت، ثم عاد وفتح تهامة وطرد منها أولاد نجاح الذين هربوا إلى جزيرة دهلك، وصار في الناس بالعفو وبسط العدل وأبقى القضاة في مناصبهم العالية مراعاة لأحوال رعاياها السنيين. ولم يخرج سنة 455 للهجرة إلا وقد ملك كافة أقطار اليمن وامتد نفوذه إلى مكة. ويجمع المؤرخون وهم من خصومه المذهبيين في الغالب إلى أنه لم يقع لأحد في من ملك اليمن ما وقع لعلي بن محمد الصليحي، فإنه استولى على اليمن سهله وجبله وشماله وجنوبه وشرقه في مدة يسيرة بعد أن قهر ملوكه. لقد وحد اليمن لأول مرة وأقام دولة قوية وجمع ملوك وأمراء وقادة المناطق التي أخضعها لحكمه، وأسكنهم معه في صنعاء التي جعلها عاصمة لملكه، وبلغت دولته من الثراء والقوة ما لم تبلغه دولة من قبله. وأثناء رحلته إلى الحج عام 459 للهجرة كمن له عدد من بني نجاح بزعامة سعيد الأحول فقتلوه، وعددا من أنصاره وأسروا زوجته، فتولى الأمر من بعده ولده الملك المكرم أحمد الصليحي، وعمل على الانتقام لوالده. ثم كان عهد السيدة أروى بنت أحمد الصليحي، أو سيدة بنت أحمد الصليحي المعروفة شعبيا وعند بعض المؤرخين بالملكة أروى بنت أحمد الصليحي، والتي جعلت عاصمتها جبلة، وفي عهدها عاد التمرد على الدولة الصليحية، فقد ثار الأحباش في زبيد عام 479 للهجرة، وساعدهم الشريف يحيى بن حمزة بن وهاس وملك جياش زبيد، وكانت هزيمة العرب ضربة قاسية على كيان الدولة الصليحية، بل على فكرة وحدة البلاد تحت راية واحدة وملك يمني. ثم خرجت صنعاء وأعمالها عن مملكة الصليحي عام 491 للهجرة بعد وفاة عاملها الصليحي، واستولى عليها السلطان حاتم بن الغشيم المغلسي الهمداني، ولم تحاول الملكة إعادتها للدولة الصليحية بل قبلت بالأمر الواقع. ثم بدأت المناطق تخرج تباعا عن سيطرة الدولة الصليحية، ودب الخلاف بين الصليحيين أنفسهم، وحاولت حكومة الفاطميين في مصر حل الخلاف بين الصليحيين، فأرسلت الأمير الموفق علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة، ولكن وجوده عمق الخلافات وزاد الطين بلة. والحقيقة أن تبعية الدولة الصليحية للفاطميين في مصر وإن كانت تبعية بروتوكولية وشكلية إلا أنها قد أضرت بها، وكانت أحد أسباب هزيمتها وسقوطها ذلك أن غالبية رعايا الدولة كانوا من أهل السنة ولهم موقف عقدي من الفاطميين والدعوة الإسماعيلية، ولذلك ظلوا يتحينون الفرص للانقضاض على الدولة الصليحية رغم اعترافهم بما قدمته لهم من مصالح وبتسامحها معهم في معظم فترات حكمها. وقد قامت الملكة أروى في أواخر عهدها بفصل الدعوة عن الدولة تماما، ولكن ذلك لم يؤثر على استمرار الدولة التي استمرت بالتفكك حتى سقطت بالكلية عام 532 للهجرة بعد أن حكمت قرابة 93 سنة. وقد عمل الآئمة وأتباعهم كعادتهم على تشويه هذه الدولة وملوكها وتنفير الناس منها باسم الدين والعقيدة، فهم كما تصفهم كتب الآئمة باطنية كفرة. ومن فضائل الآئمة على أهل اليمن أنهم قاتلوا وحاربوا الباطنية عليهم لعنة الله كما يقولون في كتبهم كلها. ومن الظلم البين محاكمة هذه الدولة العظيمة التي شملت كل أرجاء اليمن الطبيعية من مفاوز عمان شرقا إلى البحر الأحمر غربا، ومن عدن والبحر العربي جنوبا
إلى مكة واليمامة شمالا، ثم شملت مكة وأعمالها عام 455 هجرية إلى عقيدة ملوكها الخاصة، وأنهم خاصة وأنهم لم يفرضوها على الشعب، إذ يجمع المؤرخون أن مؤسس الدولة علي بن محمد الصليحي أمتاز بأخلاق سامية وصفات أسرت قلوب الناس حتى ملكهم، ومن حنكته السياسية تسامحه المذهبي الذي يشهد له به خصومة، فلم يتعرض لأصحاب المذاهب بل تركهم أحرارا يمارسون معتقداتهم ومذاهبهم، بل سار معهم إلى أبعد الحدود، فقلدهم وسام الوظائف العالية كتولية القضاء والدارة المالية، وكان يجتمع بهم ويذاكرهم في المسائل العويصة، وجعل أولاد الوحاض اللغويين وهما من أعلام السنة معلمين لأولاده وأسرته، ولم يغير عليهم شيئا بل حباهما من مكارمه وعلو همته، وكفل ابن حي الفيلسوف وأسنى مقامه ورفع منزلته، إضافة إلى ما خلفه الصليحيون من مآثر ومحاسن لا يمكن مقارنتها بأي حال بما كان يتركه أئمة الهادوية من خراب وتدمير وقتل، بل أن ما تركته الملكة سيدة بنت أحمد الصليحي المعروفة شعبيا وعند بعض المؤرخين باسم أروى، خلال فترة حكمها الذي لم يتجاوز 40 عاما يفوق ما تركه الأئمة في تاريخهم الطويل، وهو ما يؤكده كثير من المؤرخين والكتاب اليمنيين. ففي كتابهما كيف نفهم القضية اليمنية الذي كتباه في سجن نافع بحجة بعد فشل ثورة 48 و900 وألف، تحدث أحمد محمد الشامي ومحمد عبد الله الفسيل عن صراعات الأئمة والحكام في اليمن وما أدى إليه حكمهم من مآسي وكوارث وخراب في العمران، لكنهما استثنيا إنصافا للحقيقة والتاريخ الملكة سيدة بنت أحمد الصليحي، حيث قال: وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نقف وقفة إجلال وإكبار أمام الأعمال الإصلاحية العظيمة التي انشأتها الملكة المصلحة السيدة بنت أحمد المذكورة، فآثارها الخالدة لا تزال ماثلة للأعين تدل على عظمتها وعبقريتها وكمالها، فقد اعتنت بالطرق وعبدتها وعمرت المدارس في أنحاء البلاد وبنت المساجد وأوقفت الأوقاف الكثيرة لطلبة العلم وأجرت المياه إلى كثير من المدن والقرى، ولم يخلف أحد من ملوك اليمن وأمرائها وأئمتها ما خلفته الملكة العظيمة، وعسى أن تهيئ لنا الأيام فنخرج تاريخ هذه العبقرية المصلحة في كتاب مستقل وبأسلوب أخاذ شامل، ونقارن بين هذه المرأة وبين الأئمة الذين إن وزناهم بأعمالهم في ميزان الحق والعدل لم يرجحوا خلقا ودينا وعظمة خلخالا من خلاخل هذه الملكة المصلحة. وما قاله الشامي والفسيل في ختام شهادتهما ومقارنتهما بين هذه الملكة وأئمة الهادوية في اليمن يتفق مع شهادة أبي الأحرار محمد محمود الزبيري الذي قال: لو أن أئمة الزيدية من أولهم إلى آخرهم تنظموا في سلك لما حاكوا مناقب ومحاسن الملكة السيدة الصليحية قلامة ظفر. وهذه الحقائق التاريخية لا يستطيع دعاة الإمامة إنكارها، وأنى لهم ذلك، والأئمة أنفسهم يعترفون بذلك ويتباهون به كما نقل ذلك أتباعهم حتى اليوم، فقد رووا عن الإمام الناصر الأطروش أنه قال: ما وضعت لبنة على لبنة ولا أجرة على أجرة، ولما دخل مدينة آمل ونزل في دار الإمارة والقصور لم يشتغل بعمارتها وإصلاحها حتى انهدمت، فقيل له: لو أمرت بالإصلاح؟ قال: إنما جئت للتخريب والهد لا للعمارة والتجديد، فلم يعمرها. والإمام الناصر الأطروش وإن لم يحكم في اليمن إلا أنه أحد أئمتهم المتبوعين في اليمن، وسيرة أئمة اليمن لا تختلف عنه قيد أنمولة.